وبعدين ليه بتعلي هلا دلعب انا ضاقت تعلي لي شدك هلا واجيك ضربة البطيخة العوجة وبعدين معاكي المصابة وبعدين انزلي عالمصابر وفو بعدين مش فاضي ايش بتسوي بلعب هيك وعلقت فوق ايش؟ علقت اللعبة فوق بس انا بعرف انا بشدها بطيرها هلا بخليها تطبش كلها تطبشها لا مش هيك ولا كيف بتشدها ما فيهاش وفو نعم مش على تزبط عم صابر بعرف كيف هيك لا هيك بتخرب خربط انا ساعة فكر مع بعض فكر ايوه يلا فكر ايوه كيف ننزلها من فوق من غير ما نشدها؟ فكر هي. يلا نفكر مع بعض عم صادق. ايش؟ طلع فوق. معلقة بشيء؟ اه. طب ما نطلعها منه. كيف؟ انا ما وصلش لفوق. هيك فوفو هيك. عرفت قصدك مش هي اجت هيك؟ ايوه. شوف. اللي ساعة بجرب الزبطة فيها اللي قلتيلي يلا الثانية كيف؟ فكر يلا فكر طب قوليلي كيف فكرت؟ نفس الاشي مع الآن شوف كيف بدك تطلعها طلع لا فوفو هذي دخلونا هيا لا صح انا جيت لامي قلت لها خربانه واشتريت لي جديده لا يعني فوفو تعالي العب انا وياك يلا امسك يلا هات يلا ابعد واو فوفو يلا علموا كيف بيلعبوا بحبوني وبينادوني شاطر بحب اكل محشي.